حقيقة احنا عندنا قضية كبرى، قضية كبرى في الوطن كله، قضية اسمها صفقة القرن. صفقة القرن دي البعض بيعتقد انها لتصفية القضية الفلسطينية بس، ان هم داخلين هينقلوا عاصمة الكيان الصهيوني، انه عاصمة الكيان الصهيوني هتبقى القدس والفلسطينيين ما لهمش مكان، ويدوروا لهم على مكان في الاردن او في غير الاردن، والبعض بيحلم انه يبقى في مصر. لكن هذا المشروع مفهوم غلط. المشروع الحقيقي في صفقة القرن الحقيقية هو تفتيت الأمة العربية كلها، كلها، مش فلسطين بس. فلسطين القضية واضحة، احنا في نقابة المحامين القضية بالنسبة لنا واضحة، بنعلنها في كل مكان وفي اتحاد المحامين العرب. احنا شايفين ان فلسطين من النهر الى البحر فلسطين عربية، احنا كنقابة محامين. احنا ضد انه حد يقول لنا القدس الشرقية والقدس الغربية، القدس، كل القدس عاصمة لفلسطين. هي دي رؤية المحامين العرب، ودي رؤية نقابة المحامين اللي احنا مش هنتراجع عنها. احنا عندنا ايمان ان الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود وبقاء، اما هم واما نحن، لا بديل، لا بديل الا بفهم عوارض هذه القضية بمفاصلها الدقيقة. احنا ما عندناش امكانية ولا قبول لا جزئي ولا فرعي. الحكام يقولوا زي ما هم عايزين، يحكوا زي ما هم عايزين، يحلموا زي ما هم عايزين، لكن الشعب العربي لن يقبل الا فلسطين، ولن يقبل اسرائيل، ولا من يدعم اسرائيل، ولا من يساند اسرائيل. واعلننا ونعلن فلتسقط اسرائيل، وليسقط كل من يساند اسرائيل، ولتسقط الولايات المتحدة الامريكية، ولتسقط كل من يؤيد هذا الكيان. ده شعارنا، هذه هي قضيتنا. لا فصال في هذا المشهد، ولا تراجع منا عنه. ده ايمان احنا ورثناه عن اسلاف عظام مش هنتخلى عنه. بس لازم تبقوا فاهمين كمان انه مطلوب ان العراق تتجزأ وتبقى 3 دول، ومطلوب ان سوريا تبقى 10 دول، واليمن تبقى اكثر من دولة، وليبيا اكثر من دولة، والخليج بلا ملامح، ومصر مطلوب ان تضرب وان تقوض. حمى الله مصر لانها هي التي سوف تحمي ميزان هذه الأمة، هي التي سوف تنتصب للدفاع عن هذه الأمة. احنا فاهمين كويس، احنا قلنا زمان ضد تقسيم العراق، ضد تقسيم سوريا، ضد تقسيم ليبيا، ضد الحرب في اليمن، ضد تقسيم الخليج، وضد نهب الخليج وثروات الخليج، احنا قلنا كده، وايضا ضد اي محاولة لتركيع مصر واجهاضها.